أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، أنا كنت شيعي من بغداد مدينة الثورة أو مدينة صدام سابقا. أنا ولدت في مدينة شيعية وفي بيئة شيعية. طبعا سابقا يعني عندما كنا صغار يعني كانوا يعلمونا فقط على السب والشتم، ما فد يوم علمونا على القرآن، علمونا على أنه نسب أم المؤمنين عائشة ونسب الخلفاء ونسب الصحابة. كانوا يقولون والعياذ بالله أن الصحابة كلهم أولاد زنا، حاشاهم، والصحابة كلهم مرتدون كفار، والصحابة كلهم كذا كذا كذا. يعني كنا مع الأسف نستمع إلى المعممين، يعني المعممين كانوا يكذبون علينا وعلى كل الناس على المناطق الشيعية عامة. فإحنا كنا بنحس وراها بال91 انتقلنا إلى محافظة ديالى. في محافظة ديالى قضاء المقدادية كنا نصلي بالحسينية مع المقدادية، كنا نسمع نفس الكلام، عمر قاتل، فاطمة الزهراء، وفلان كذا، وخالد بن وليد كذا، وخالد، يعني ألفاظ الله شاهد ما أقدر أقولها، يعني ألفاظ حيل قبيحة، وإنسان والله ما يعني أنا أخجل أن أقولها. يعني قمت أستمع إلى مناظرات الأخ رامي عيسى على اليوتيوب، فكنت أنا أسأل المعممين، يعني صراحة أسألهم أقول كيف يعني الصحابة شلون مرتدين وكفار، والله بالقرآن يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني كنت أقول لهم شلون الصحابة كفار والله يمدحهم بالقرآن؟ شان يقولوا لي أنت وهابي وأنت بعثي وأنت صدامي وأنت كذا، يعني حتى عشيرتي يتبروا من عندي، حتى أكثر قرايبي وأقاربي يتبروا مني، أنت كذا وأنت كذا وأنت طلعت من يعني مجتمعهم، المجتمع اللي كنت أني عايش به، يعني ماكو غير السب والشتم، ماكو. والله العظيم، والله وأقسم بالله العظيم، أنا شيعي سابقا، كنت شيعي وكردي من القومية الكردية. يعني كنا نسأل المعممين عن صور القرآن، ما يعرفون، نسألهم عن الأحاديث النبوية، ما يعرفون، يقولون القرآن غير مهم والأحاديث غير مهمة وفلان شيء غير مهم. يا بشر المهم بالإسلام، إذا القرآن غير مهم، المهم في الإسلام أن تلعن أعداء آل محمد. يا من هو أعداء آل محمد؟ يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة والصحابة كلهم مرتدون وكفار. يقولون أنت كلما تلعنهم تتقرب إلى الله أكثر، يعني نتقرب إلى الله بلعنهم وسبهم وشتمهم. يابا كنت أسألهم، عبد الرحمن بن ملجم أليس هو قاتل علي بن أبي طالب؟ لماذا لا تلعنون عبد الرحمن بن ملجم؟ يقول أنت ما لك دخل، أنت قلد المرجع، المرجع شي يقول لك، المعمم شي يقول لك هو صح. يعني ما يخلون حتى الإنسان الشيعي يفكر ولا يقرأ كتاب، بس مجرد يلعن ويسب ويشتم. والله العظيم، والله والله على ما أقول شيء، في كل كلمة قلتها صحيحة. يعني آخر شيء يعني الحمد لله والشكر، يعني بسبب استماعي إلى محاضراتك ومناظراتك الحمد لله اهتديت، والكثير من الناس اهتدوا في العراق، ولكنهم خائفون، لأن هنا بالمناطق الشيعية إذا تعلن عن هدايتك فتكون معرض للقتل، وأنت تشوفون يعني الناشطين المدنيين واللي يدخلون بالإسلام يتركون التشيع يقتلون. أي يعني لا فرق بين المعممين وبين كهنة معبد آمونز سوى الزمان فقط. كهنة المعابد كانوا يقتلون من يعارضهم، هذول نفس الشيء، أي واحد يعارضهم يقتلوه. لذلك الحمد لله والشكر، ولو بعد فترة طويلة، الآن عمري 40 سنة، لكن الحمد لله اهتديت
واهتدت عائلتي واهتدى معي كثير من أصدقائي ولله الحمد. أسأل الله تعالى أن يحفظكم فردا فردا وكل المقيمين على هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.